كاتبه هنا؟ شنو انت تشوفون من اخطاء من اشكالات تذكروها الي؟ انا اشكركم. خفض الجناح. مرجع تقليد، انا انزل نفسي، انا عالم اخفض جناحي. يعني كل سطر كم خطأني هالشكل كتب المستمسك. هذا الرجل يقول له انتم نزلتوا مستوى النجف الاشرف بكتابكم المستمسك، هذا ايش قد يحس في نفسه بشر؟ ولكن وخفض الجناح. هذا يجوز السيد من قرأ هذا الدعاء استجيبت له هاي الجمل وهذه الجمله. والرجل هم مو في مستوى السيد الحكيم، مو مرجع تقليد ومرجع، هم في مستوى ينقذ هذا النفس. لا، الرجل سيد في ذاك اليوم مرجع تقليد. يقول السيد قال الانسان لازم يتعلم هالاشياء، هؤلاء تلاميذ اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. يقول السيد قال انت تقيسني انا بالشيخ الانصاري، وين انا وين الشيخ الانصاري؟ انا بالمقدار اللي تمكنت تعبت، وهذا جناي ما جنيته، يعني قطفي. وكاتب هنا شنو انت تشوفون من اخطاء من اشكالات تذكروها الي؟ انا اشكركم. خفض الجناح. مرجع تقليد، انا انزل نفسي، انا عالم اخفض جناحي. هذا الجناح، هاي الطاقه، هاي الشخصيه، هذا المقام انزله.